قناة اليمن اليوم ستزور خيام الحجاج الذين يستعدون للانطلاق غدا إلى عرفات. كونوا معنا. يا حبيبي الغراب هاي الاول هذا صح لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا بدت الحالة العامة في مخيمات ميناء، استعدادات وتحضيرات من قبل الحجاج للانطلاق صوب عرفة. حرصت قناة اليمن اليوم أن تجعلكم معها في الصورة. محمد الصار، اليمن اليوم، مكة المكرمة، من مشعر ميناء.